على بلاط صاحبة الجلالة كانت البداية، بحضور هادئ لا ينبئ عن عاصفة قلمه التي ستصبح سمة تلازمه في المستقبل رأياً وتعليقاً وكتابة. إذ تحول ذلك الصحفي الهادئ عبر 25 عاماً إلى قلم صريح لا يبقي ولا يذر ولا يفرق بين قريب أو بعيد، حتى وإن كان على ظهر رفاق الماضي التليد في الصحافة المقروءة التي لم تسلم من نقده وصراحته. بالمختصر مع الكاتب الصحفي السعودي هاني الظاهري. كاتب رأي، يجب أن يطرح رأي، يجب أن يكون مفكر. فرق كبير بين الصحفي والكاتب. المسؤولية اللي على كاهل كل واحد من هؤلاء المشاهير ثقيلة جدا، لأنه محاسب على كل شيء. عندنا المرأة الحمد لله عندها حقوقها، مكنت بشكل كبير، يعني هي ليست بحاجة كل كتاب يكتبون عنها الآن. دعوا المرأة تكتب عن المرأة يعني.